بر الوالدين من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، إذ إن الله تعالى جعل رضاه مقرونا ببر الوالدين ورضاهما. الأم والأب هما أعظم البشر وأروعهم، وطاعتهما واجبة ومفروضة من رب العباد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا يمكن أن يكتمل إيمان العبد عندما يكون عاقا لوالديه ولا يحترمهما ولا يوقرهما ولا يقدم لهما الرعاية والعناية. وقد أكدت هذا العديد من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. فعلينا التأدب في الحديث والكلام معهما، ونتجنب مقاطعة أي منهما أثناء حديثه. ويجب علينا أن ندخل الفرح والسرور إلى قلبيهما، ونهتم بهما. فالأم تعبت وتحملت الكثير من المشاق، والأب يتعب ويعمل لأجل تلبية حاجات أبنائه، فهم يقدمون كل هذه الأشياء دون انتظار أي مقابل. وعلى الأبناء على الوالدين تلبية الحاجات المادية بالإضافة إلى المعنوية، ما دام الأبناء قادرين على تقديمه لهما. فالإنفاق عليهما من الحقوق الواجبة على الأبناء، كما يجب إدخال الفرح والبهجة إلى قلبيهما قدر المستطاع، وإبعادهما عن أسباب الحزن والقلق، ومراعاة ظروفهما النفسية والعاطفية والصحية التي تبدلت وتغيرت بحكم تقدمهما في السن. فالأم والأب جنة الله على الأرض، ولا يعرف عظمة نعمة وجودهما إلا من فقدهما.